مرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل تتذكرون كل القصة السابقة؟ أي قصة؟ صحيح، قصة الطفلة التائهة. ولكن الطفل اقترب من الطفلة هكذا وقال لها: هيا نبحث عن الطريق معا. صحيح؟ صحيح، سيبحث هذا الطفلان عن الطريق معا من اليوم. هيا ننطلق معهما في رحلة قصتهما. قابل الطفلان مفترق طرق في طريقهما معا. سألت الطفلة: أي طريق يجب أن نسلك؟ فأجاب الطفل: أنا أيضا لا أعرف. هيا نغمض عيوننا ثم نلفظ أمنية بأن يدلنا على طريق. غمض الطفلان عيونهما وقالا في أنفسهما ما يتمنيان. نعم، قابل الطفلان مفترق طرق في طريقهما. إذن هل نرسم اليوم مفترق طرق؟ مفترق طرق يعني طريقا انقسما إلى عدة طرق. هذه المرة لن نستخدم أقلام الألوان، بل نستخدم ألوان الشمع. عندما نفتحها هكذا سنجد العديد من الألوان. اليوم نستخدم هذا، سأرسم بهذا اللون الذي يشبه لون الأرض. والآن هيا نرسم الطريق من هذا الاتجاه. والآن هناك طريق واحد يمتد من هنا، وهكذا يمتد كطريق واحد مستقيم ثم ينقسم إلى طريقين. ونرسم الطريق الذي ينقسم إلى هذا الطرف ثم الطرف الآخر أيضا. نعم، وهكذا انقسم إلى طريقين. هيا نفكر من أي طريق نذهب، وفي الأجزاء الباقية نرسم بعض العشب والأزهار. سيكون ممتعا أكثر بوجود الأزهار حولنا، أليس كذلك؟ ومن هنا سنرسم الأزهار، الأزهار الكبيرة والصغيرة. أولا نرسم الدائرة باللون البرتقالي في الوسط، ونرسم دوائر كبيرة وصغيرة هكذا حولها. وفي هذه الناحية يمكنكم رسم الدوائر كما تشاءون، ارسموا كما تحبون. هكذا باللون البرتقالي وبجانبه باللون الوردي. تلتقي الدوائر معا لتشكل الزهرة. وباللون الأحمر أيضا هكذا. نعم، نرسم هكذا، ونرسم في الأعلى أيضا. هذه المرة سنرسم زهرة جزءها الأسفل دائري والأعلى منحن، وبجانبها نرسم زهرة جزءها الأسفل دائري والأعلى منحن، وفي الجانب نرسم أزهار زهرة جزءها الأسفل دائري والأعلى منحن باللون أحمر. انظروا إلى الأزهار من حولكم، شاهدوها ثم ارسموا مثلها بحرية. نعم، وقد انتهينا من رسمها، والآن نرسم ساقها. أولا نرسم خطا للأسفل بالأخضر المصفر، ثم نرسم الأوراق بشكل بيضاوي على الجانبين.
إنها سهلة، أليس كذلك؟ هكذا نرسم الساق للأسفل ودوائر بيضاوية، وباللون الأخضر المصفر أيضا هكذا إلى الجانب نرسم الأوراق الطويلة، ونرسم أوراق مستوية والساق بلون أغمق أكثر بشكل دائري. ومرة أخرى وأخرى لنرسم أربعة سيقان باللون الأخضر المصفر. وهنا سنحاول رسم العشب. إذن نرسم العشب هكذا بخطوط منحنية كما تعلمنا في المرة السابقة. لا داعي أن نرسم الأوراق واحدة بواحدة، هكذا سيبدو كأنها أوراق فردية. إذن لنلونها معا. أولا نلون الأزهار بألوان الشمع. لنلونها بلون تحبونه كما تريدون، فأنا أبدأ بأوراق الأزهار الصفراء. لونوا هكذا في المكان الذي تريدون تلوينه. لونوا هكذا. إنها جميلة عندما يكون اللون مختلطا أيضا. وفي الأسفل لونوا أوراق الأزهار أيضا. وباللون البرتقالي أيضا نلونها، وهنا أيضا هكذا نلونها. وهنا نلون أوراق الأزهار بلونين بالتبادل. ويمكنكم تلوينها باللون الأخضر المصفر أيضا، ولونوها بالألوان التي تحبونها بحرية. ونلونها باللون الأحمر أيضا. نعم تقريبا انتهينا من التلوين، صحيح؟ ونلون الأوراق في الأسفل هكذا. وسيكون أفضل لو نلونها بألوان مختلفة تشبه لون العشب هكذا، بدلاً من أن نلونها بلون واحد فقط. وتقريباً انتهينا من تلوين أوراق العشب. قد تكون جميلة مع لون آخر عليها. وأخيراً انتهينا من تلوين الأزهار، والآن نستخدم الألوان المائية. لإعداد الألوان المائية هيا نضع الماء في الوعاء، ولكن ليس كثيراً.
وكل ما نحتاجه هو الفرشاة وطبق الألوان. إذا فتحنا الطبق نجد فيه بعض الخانات. في هذه الخانات نضع الألوان المائية. سنبدأ بلون واحد أولاً. سنبدأ بهذه الخانة. هيا نضع اللون الأحمر. إذا وضعتم كل الألوان في الخانات ثم انتظرتم يوما واحدا ستجف الألوان وتصبح صلبة. ويمكن استخدام هذه الألوان الصلبة مع الماء. وبالفعل أنا قد وضعت بعض الألوان مسبقا. هذه الألوان ستصبح صلبة حتى المرة القادمة، ولكن اليوم فقط سنستخدمها هكذا. والآن إذا وضعتم الفرشاة في الماء هكذا ستكون مبللة. هكذا تكون مبللة. بعد تبليلها سنكون هكذا تكون مبللة. بعد تبليلها سنلون الأرضية أولاً. بعد وضع الفرشاة في اللون سندلك بها في الأسفل لنتأكد من اللون. نعم، بعد التأكد من اللون يمكننا تلوين الطريق بشكل جانبي هكذا. نعم، عندما نلون هكذا يقل الماء وتكون الفرشاة صلبة. هذا يعني أننا نحتاج ماء. إذن نضع الفرشاة في الماء لتكون مبلولة. نغمس الفرشاة في اللون مرة أخرى ثم نتأكد منه ثم نلون الطريق هكذا. إذا دلكنا بالألوان المائية كثيراً ستتقطع الورقة. إذا دلكنا بالألوان المائية كثيراً ستنقطع الورقة. يمكن أن نفعل هذا مرة أو مرتين. ألا يوجد ماء مرة أخرى؟ لذلك نضع الفرشاة في الماء لتكون مبلولة ثم نغمسها في اللون ونلون الأرض مرة أخرى. سأضعها في الماء. نتأكد من اللون ثم نلون الأجزاء الباقية من الأرض. نعم، الألوان المائية تجف بسرعة، لذلك إذا ننظر هنا نراها جفت بالفعل. وإذا تريدونها أغمق قليلاً، يمكن أن نضع الفرشاة في الماء ثم ندلك بها مرة واحدة فيكون اللون أغمق. نعم، الأجزاء التي نريدها أغمق يجب أن نتأكد من جفافها أولاً ثم نلونها. نعم، بعد ذلك سنلون العشب، ولأنه يجب تلوينه بلون آخر، لذلك نغسل اللون الموجود على الفرشاة بالماء هكذا. هكذا نغسلها جيداً. والآن لا يوجد لون عالق بالفرشاة، لذلك نغسلها جيداً.
ثم يجب أن نختار الآن اللون الصحيح للتلوين هنا. لأنه عشب يكون اللون الأخضر مناسباً. سنتأكد من اللون هكذا ثم نلون. هل لونتم هنا بألوان الشمع؟ إذا لونتم فوقه فإن ألوان الشمع لا تختلط بألوان الماء وتظل كما هي. لذلك يمكنكم التلوين دون تغطية الأجزاء الملونة بألوان الشمع. هيا نتأكد من اللون ثم نلون ثانية. إذا كان الماء ناقصاً، استمروا في غمسها بالماء والألوان. وسنلون هذا الجزء الأعلى بالأخضر الغامق. نلون باللون الأخضر الغامق بشكل واسع هكذا. سيبدو أجمل عند خلطه باللون الذي استخدمناه قبل قليل. لا يوجد ماء. سنضع ماء مرة أخرى ونخلط لونين معا. نعم، لوننا هذا الجانب جيداً. هيا نلون الجزء الأخير. هنا اللون الأخضر وبجانبه صديقه الأصفر. هيا نحاول التلوين بالصديق الأصفر أيضاً بشكل خفيف. بخلطهما معاً نرى لوناً أخضر مصفر فاتحاً. أيبدو ليس جميلاً لأننا خلطنا الألوان؟ لا بأس، الألوان المائية هكذا يمكن أن نخلطها لتقابل ألواناً أخرى. ولا تقلقوا لأنه يمكن غسلها وتنظيفها بالماء. هيا نلون بالأخضر المصفر هكذا. كله عشب ولكن نحاول أن نجعله متنوعاً قليلاً. ما رأيكم في إضافة الأصفر لجعله لامعاً أكثر؟ نعم، يبدو أننا انتهينا. أصدقائي، لقد أكملناها. نعم، ما رأيكم في محاضرة اليوم؟ لو كنت مكان أبطال قصتنا، كنت سأكون سعيداً برائحة الورد لو قابلت مفترق الطرق. أتطلع لمشاهدة الأزهار الجميلة التي رسمها كل واحد منكم. أعتقد أنها ستكون أفضل مما رسمت. لذلك أتمنى أن ينمو أصدقاؤنا هكذا مثل هذه الوردات الجميلة. أراكم المرة القادمة. مع السلامة.